تقول غصبوني على الزواج وعشت طول عمري. غصبوك على الزواج إثمهم على أنفسهم، هل لي من أجر؟ أنت مأجورة، والإثم على من أجبرك على الزواج. وأقول لأهل الإسلام إنه لا يجوز أن تجبر الفتاة على الزواج. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وجاءت خنساء بنت خدام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، يبدو أنها كانت ثيبا، فقالت: إن أبي زوجني ابن عم لي وأنا كارهة، ليرفع بي خسيسته. فقال رد النبي نكاحها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، لكن جئت لكي لا يعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء من أمر الإجبار.